السلام والرحمة والعفو والعافية والمعافاة والنجاة من كل سوء وعافية دايما يا رب، والرزق الواسع وينجينا ربنا ما يبتلينا. تحية طيبة. أما بعد، بشد مكتوبي هذا إلى صيادين السبع بحور، أشاوس الأمواج الهادرة والبحار العاتية. ده تاني فيديو عن تدكيك السمك بالطعم الطبيعي، اللي هي سمكة كاملة ميتة للصيد بطريقة الجر، أو إن أنا حتى ممكن أقدر أحذفها لو هي سمكة صغيرة. أنواع السمك اللي إحنا بنستخدمه اتفقنا إن هي سمك على شكل موزة، بمعنى مستيول، يعني يكون أفضل. حلو. المرة اللي فاتت إحنا استخدمنا كذا سن. بعض الزملاء بيسألوا طيب يا سيدي بالنسبة للسمون دي هيبقى صعب إن أنا أختبرها في المحل والحكاية والرأي. إحنا اتفقنا لو عندك الإمكانية دي، ودايما هدي حوالي بحاول أدي حلول، مش معنى كده ان الناس التانية غلط، بالعكس دي حلول تكون جاهزة مع حضرتك عشان لما يكون في موقف وفي فرصة ان انا استخدم الجر والحكاية دي طريقة سريعة وربنا يرزق. المرة اللي فاتت كنا مستخدمين عدة سنون راكبة مع بعض، المرة دي مش هنستخدم عدة سنون، هنستخدم سنين فقط، وهنستخدم موير وزرد ومضور. قشطة كده؟ دي الاساسيات بتاعتنا. هنعوز معاهم ايه تاني؟ هنعوز معاهم خيط المنجد، إبرة المنجد اللي اتكلمنا عليها ودككناها جاهزة دايما زي ما احنا بنعمل كده هون، بس المرة دي حتى مش هنعمل العقدة. ليه؟ عشان يبقى أسهل وأنا بعديها في خياشيم، لأن بعض الزملاء بيقولوا وإحنا بنعديها العقدة بتظهر، هيجرى حاجة لو ما عملناش العقدة؟ مش هيجرى أي حاجة. هنعوز إيه تاني؟ هنعوز عندي اللي هو الزرادية أقص بيها الوايرات. هل في مقاس للواير معين، تخانة معينة؟ حسب البحر اللي أنت بتختار فيه. يعني البحر الاحمر الحاجات اللي فيها اسنانها حاميه جدا، في اذا كان في انت متوقع لو في قروش يبقى لازم هيبقى الواير جامد بتاع حضرتك، اذا ما كانش او في عندك البراكودات والدراكات مقاسات كبيره يبقى الوايرات تكون ماسكه نفسيه شويه. لو الحاجات التانيه الطيبه بتاعتنا اللي من غير سن جامد زي التونات وبتاع، يبقى الواير ارفع ما يمكن بس يكون نوع كويس وبيستحمل. من فضلك وانت بتركب الواير اتاكد ان ما يكونش فيه اي صدى، يكون النايلون بتاعه سليم، لان طالما ظهرت النقط اللي فيها الصدى جواه معناه انه بيتلكك يتكسر. طيب هل لازم استخدم سن فيه راجع؟ لا، ما تستخدمش السن اللي فيه راجع، هيمنع حاجه؟ لا 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 لا، الراجع ده معمول عشان ان لما اركب الطعم، الطعم ما يتزحلقش لتحت ويكلكع، بس يبقى مش شبك هنا اهو. فاسهل لك ان انت تستخدم العكاز العادي او العكاز العادي، دول الاثنين اسهل. طيب استخدم مضور ولا بلاش مضور؟ لا، المضور يكون احسن لو فيه مضور. ليه؟ لان النايلون على الواير نفسه، المداور اي نوع مداور عند حضرتك هتبقى زي الفل، النايلون على الواير نفسه على طول بيبقى حامي عليه قوي وبيتقطع من الاحتكاك، المضور هيبقى كويس. المضور عندي صد ارميه؟ لا لا، هترمي ولا اي حاجه، اعمل حاجه الله لا يسيئك، انت هتحط عليه شويه WD40. ما عنديش WD40، موتور مكنه موتوسيكل، زيت مكنة الموتوسيكل او زيت مكنة العربية او زيت تزييت او زيت مكنة خياطة، بس زيت الاكل يعني ما بيخدمش، عشان بس نبقى مع بعضنا صراحة يعني. ها، يبقى نوع من انواع الزيوت او حتة شحم روح مدخلها جوه ان هو يلف شوية. هي القصد كله ان انا هيكون النايلون راكب هنا فيقلل ايه الاحتكاك، فما يتقطعش النايلون من المهابرة بتاعتي. تعالى نشتغل ونوفر وقتنا. اوكي، اي مقاس من الواير دلوقتي انا هشتغل عليه بس لمجرد ان احنا نعمل الفيديو. هناخد حتة تكفي، اتفقنا ان السمك يكون الستايل بتاعه موزة، مش عارف قلت الكلام ده ولا لا، اللي هي كوسكومري، ماكريل، شروية، بغا هندي او اي حاجة مسلوبة. الطول بتاعها ما بين 10-15 سنتي لحد 30 سنتي حد اقصى. لازم هيكون عندي سن في الربع التلت الاخراني وسن في التلت الاولاني، ما بينهم مفيش عندك اي مشكلة، لان هي دون الدراج بيضرب التلت الاخراني وبعدين يرجع ياخد الجزء اللي بعده، والبراكودة بتضرب الجزء كله النص الوراني، البياض بيكسر ظهر السلسلة سلسلة الظهر وبعدين روح بلعها كلها، التونة بتشفطها بالمية اللي حواليها كأنها بجردل وتفتح. طيب نبدأ بقى يعني نشوف شغلنا، خلينا البتاعة دي على جنب دلوقتي. هناخد ايه هنا؟ بص يا سيدي عشان ما اعرفش انا هغلط امتى، هنعمل ايه؟ هناخد حته مجوز كده اهو، حلو كده اهو، ماشي. وبعد كده اهو هنيجي ناخد المضور، نحط المضور ونحط شويه زرد. نتاخر النضاره اللي بتعمل الزحمه دي، شويه زرد يا وليد. والله كلنا بننسى ونشوف بقى ايه، عايز زردايه زياده، عايز زردايه ناقصه،
ما يجراش اي حاجه. هنعمل دلوقتي 4 زرادات كده اهو وما يجراش اي حاجه لما يروحوا ولا يجوا. هاخد النص ده وهخلي عندي المضور هنا اهو، جميل كده، وهاتني اعلم اوك، وهسحب ده كده. انا علمت كام؟ ايه، واحده. وهاخد شويه هنا وقص. حلوه. عايز اقفل اول حاجه على مين؟ على المضور. هدخل اول الاتنين دول مع بعضين، الطرفين اللي انا قصيتهم، وادخل ده مع. يبقى احنا وصلنا لمين؟ لأول حاجة المضور بتاعي. خلينا دلوقتي ما نقفلش عليه لحد ما نشوف هنعك ولا هتفك. اوك ماشي. واحد من دول هيركب عليه السن الصغير او السن القداماني، وواحد من دول هيركب عليه السن بتاع ايه؟ سلسلة الظهر. جميل كده. هنعوز مضور هنا، هي زردة هنا، وهتيجي هنا اهو. دي اللي هنقفل بيها ايه؟ على السن اللي قدامنا. ماشي، هات لي سن عادي. هنخش من ظهره عادي. اوك معايا يا شباب. يبقى ده اول واحد، ده تاني واحد، وهنسيبه كده. ليه؟ ممكن اغلط وممكن احتاج تعديل. هعوز ايه تاني؟ هعوز بقى ده. ده هظبطه على اساس ايه؟ تعالي يا حلوه، بصوا يا جماعه اللي هيحصل ايه. هيبقى عندي ده في الراس، اوكي، والخيط التدكيك هيتربط في ايدي هنا اهون، ودون طالعة من الراس. بدأنا ناخد بالنا من اللقطة ازاي، وده هيركب هنا. عايزه فين يا سيدي؟ عايزه في التلت الأخراني. مسكت ده هنا اهو كده، جميل كده. دخل لي زردة، زردة واحدة كفاية ولا اتنين؟ دي ترجع لك انت. ودخل لي من ده يا حزن بول اوك. وقبل ما المقاس يضيع مني، لا مش هيضيع منك عشان احنا ما قفلناش الزرد. هندكك وهنقيس. يا دي كبيره خالص يا عم الحاج. يبقى نعمل ايه؟ هنسحب ده ونسحب ده ونسحب ده. مظبوطه كده؟ ما نقصرها شويه. حاضر، نسحب المضوء الزرده ونشد الطرف الفري. ماشي، دي هتبقى في الراس، اتفقنا؟ وريني هنا كده حلو. يعني لا، سنه كمان ما تسيبها في الديل خالص، الديل بيبقى رفيع قوي. ماشي، مش بطال خالص. معايا كده يا شباب؟ واضحه كده؟ حلوه. طيب هنقفل هنا زي ما احنا متفقين. بتقفل عليها قوي؟ لا والله، بسيبها شويه عشان تبقى حره. ما بقفلش الدايره دي يعني، ما بقربش عليها قوي. بس لما اجي اعمل هنا اهو زي ما قلنا المره اللي فاتت، مش على الحرف خالص، عشان عايز الحرف يفضل مفتوح بالمنظر ده عالي، عشان ما يقصليش ايه الواير بتاعي. ده ايه ده بقى اخباره؟ مش محتاجينه. ادي هنا اهو وادي هنا. ماشي، فاكرين الزردة القدامانية اللي احنا ركبناها؟ دخلها هنا واقفل عليها بقى. انا ظبطت المقاس.
نفس الحكاية، واحد من اللي بعديها وقفل ماشي، بقى عندي الاتنين دول صح كده ماشي. في حاجة بقى احنا سايبينها لسه من الاول دين صح كده ماشي، هنقفل عليها رخرة. بص انا بعمل ابو سن رفيع ده وده غلط، ها لو عندك الزرادية بالناحية اللي هي بالقلب يكون احسن عشان ما تقطعهاش، اما لو دي عندك تلمة اعمل بيها. تعال نشوف احنا عملنا ايه بقى. ده الشكل الاخراني. حلو كده يا شباب؟ واضحة كده؟ حلوة. هندكك مين فين؟ بسم الله. بصوا يا جماعة، سيبك بقى ان دي ماسكة في ايدي خالص. اتفقنا ان اخر الراس نفسيها لحمة وبعديها صفيحة عظمية ضعيفة. انا عايز اقوى حتة في العظم، وما ندخلهاش بميل كده، لا 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 لا، هنبدأ الاول بايه؟ من النص. قبل ما اعمل الكلام ده وقبل ما اخش، حد فاكر احنا عملنا ايه؟ نسينا ايه؟ نسينا نقفل الخياشيم ونسينا نقفل البق. ما احنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فاتت قلنا ايه؟ فتحه البق بتجيب وجع قلب، حاطين احنا الفله دي عشان ما نعورش ايدينا. هات لي دي يا عم، ادي واحد اثنين ماشي كده. هل بقى محتاج اقعد اربط كتير؟ والله ما محتاج تقعد تربط كتير ولا اي حاجه، هات لي دي كده اهون بس. وعودة صغيرة خالص خالص خالص. طب انت سايب شعر كتيرة خطب كتيرة وليد؟ هنفهم بس ليه، عشان مرة واحدة ايه اعمل كله مع بعضي، انا مش فاضي اقعد اربطه، اربط كذا يعني، اعمل كذا تدكيك. عقدتين قفلوا الخياشيم، مش محتاج بقى تهري امها يعني ضرب يمين وشمال لحد ما تستغيث منها. ايه تاني انا محتاج اقفله؟ البق. البق بقى بالنص ده من تحت هنا يا جماعه ماشي، واقفل على فوق. البق والخياشيم هي اللي بتبهدل الجر. ادي دي طلعت كده، وادي تاني مره. اوكي يا شباب، طب دي انا محتاجه بقى خلاص، دي انا مش محتاجها. انا هشتغل بقى على ايه؟ دي بس. معايا؟ ارجو بس انه يكون واضح. معايا كده؟ هقص دلوقتي؟ لا مش هقص دلوقتي، انا هخليها. فاكرين ليه؟ عشان هندخل فين؟ الابره دي يعني بالخيط ده في السن. نرجع لحبيبنا هنا. راح فين؟ اهو اهو يا راجل. الناس اللي شافت المره اللي فاتت الفيديو اللي فات، في بعض الناس افتكرته ان انا مشير نفس الفيديو مرتين عشان نفس الفانيلا، لا والله مش هو. هنرجع هنا اول المره اللي فاتت احنا قلنا ايه يا جماعه؟ ان انا عندي لحمه، عندي صفيحه عظميه ضعيفه، وعندي اقوى حته في العظم ايه؟ قصادها. هخش بالجنب، بالجنب الاول بعد اذن حضراتكم. هنخش هتلاقي العظمه ناشفه ماشي، ميت ياد فيها يا واد. تمام، ادي اول واحده. لو انت بصيت حضرتك هتلاقي بقى ايه دون معاك هنا، جميل. طب والتاني ده بقى هودي فين؟ هنقول لحضرتك هنا. بص يا سيدي، عشان نبيتها في مكانها هاتني البتاعه دي، انا عايز دي فين؟ تخش هنا صح كده عشان تبقى ايه متزنه. حلو قوي. فين يا بابا الابره؟ هحدد بالابره المكان اللي انا عايز اخش بيه ماشي، واتني السمكه وروح مدخل السن عند الابره. حلو كده، وبيتها واشيل الابره، مفروده زي الفل. معايا كده يا شباب؟ عدي لي بقى من هنا
اعملها لي هنا الابرة بتاعتنا. هتعدي بقى في السنة وهتعدي تحت وهنعديها في العينين ماشي يا شباب. والنايلون بتاع حضرتك هيتربط هنا. ما زال في حته ايه واير بره هنا عشان السمكه اللي هتضرب بالسنان ما تعرفش ايه ما تقطعش الكلام ده كله، والدنيا بيس السمكه عندك شبه سليمه مش مقوسه الدنيا ماشيه معاك. كاميرا مان هستاذنك بس تقرب لنا ايه الفيديو عليها كده اهو عشان توضحها كويس ايه للناس كلها. الناس اللي كانت شافت ان المره اللي فاتت السنون كانت راكبه من فوق، السنون زي ما شفت المره دي بالظبط يا جماعه. بعمل ايه؟ بقرب السن دون، انيمه على جنب السمكه هنا هون، اشوف انا عايز ادخلها فين، واروح مدخل الابره بتاعتي هنا هون، احدد السن هيخش فين، ادني السمكه على قد ما اقدر، واروح مدخل السن ومبيته جوه، واروح واخد السن اللي بعده نفس الحكايه، معايا كده هون؟ دي اسهل طريقه ان انت تبيت السنون بالطريقه دي. بعض الاوقات ممكن تحتاج سن كبير جدا للجزء الوراني بناء على السمكه وتخنها وتركب السن القداماني اصغر شويه. ممكن اركب السن ده كله هنا اهو واركب سن صغير ماسك الهيد. السن ده هيبقى طالع كله لا مش محتاجه ممكن يخش جوه في البطن هنا. يبقى حته الواير صغيره والسن هنا اهو. انهي بقى اللي بيبقى عليه الحمل كله ده؟ ده اللي بيجر السمكه. مالكش دعوه دون مربوط عدل ولا لا، جوه السمكه ولا لا، ده اللي ماسك السمكه. يا ابويا ابويا انا يما يكفي. دون اللي بيبقى ماسك السمكه، شد فيها زي ما انت عايز، جرجر فيها زي ما انت عايز، ده ملوش دعوه خالص، اللي ورا دون. فمبيت بقى في اللحمه، مبيت في جنبها، مبيت في مصارينا، انت حر يا عم الحاج، ده طالما بيته في العظم هنا كويس، وشبكت النيل الخيط بتاعك فيه، انت كده هو ماسك عمود الفقري بتاع السمكه، ماسك العظم بتاع السمكه في الجزئيه دي، ما يغرش حضرتك هنا اتنين تلاته بايتين في اللحمه او مش بايتين في اللحمه، والله ما تزعل يا غالي، ما هو مع الوقت هتبدا تخرج من هنا اهو. اهم حاجه عند حضرتك ان انت تربط الخيط ضيق ماسك الراس كويسه فين؟ في الحلقه بتاعت السن، والسن نفسه مبيت جوه في العظم. احسن طريقه تبيت الخيط في السن هنا اهو وماسك راس السمكه كويس العينين ومن الجنب. معايا كده يا سادة الفاضل؟ طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ سنين وواير ومدور وزرب، جبنا السنون، السنون مقاسها قد ايه؟ بناء على مقاس السمك اللي معاك، يعني انت تخلي معاك ايه؟ اربع سنون سته، اربع سنون ثمانيه، اربع سنون سبعه، وبكرتين ثلاثه واير من اللي هو موجودين دول وتخليهم عندك، هتخلي معاك دايما الزراديه دي او زراديه ثانيه، هتخلي معانا ايه؟ بكره ايه؟ خيط منجد وابره المنجد المقاس الوسط او المقاس الكبير حسب ايدك انت وشطارتك. ولا واحد فينا هيقفلها زي التاني، كل واحد فينا عنده مهارات حرفيه في استخدام الايد افضل من بعض الناس التانيه، وللاسف هو اقل من بعض الناس التانيه بس هو افضل منه في حاجات تانيه. هنعمل ايه؟ هنقيس الواير بتاعنا؟ لا، احنا هنتني الواير تانيتين، هندخل فيهم المدور وندخل زرد يكفينا عشان بعض الاوقات هنغلط، كلنا بنغلط، الارهاق والميه والحر والكلام ده كله في الرحله. هنحط شويه ايه؟ زرد. هنقفل على الاولانيه الاثنين واير مع بعض على المدور ماشي، وهنسيبه مفتوح شويه عشان لو عوزنا نصلح حاجه، وبعدين ندخل السن في فرده واير وندخل معاه ايه؟ المدور بتاعه ونتنيه عليه. حلو قوي، يبقى عندي مدور وزرده ماسكه الشعرين، وبعدين الفتله اللي طلعت دي الفرده دي دخلتها تاني في الزرده بتاعت الزرده نمره 2 مع السن، هيبقى لي فرده واحده حره. الفرده الواحده الحره دي هقيس على السمكه الراس هنا هو بالسن الاولاني، وبعدين اقصرها بالدرجه اللي تكفيني.
هتيجي معاك في مره ايه فوق شويه، هتيجي معاك مره تحت شويه، ما يجراش حاجه، كلنا بنتعلم مع الوقت. بعدين روح تاني السن ده، لا انت هتدخل الزرع ده الاول وبعدين تدخل السن، وروح تاني وروح قاصص الزياده. امتى؟ بعد ما تقفل، لما تقيسها على السمكه بتاعت حضرتك. ماشي، بعد اذن سعادتك هنا اهو. تمام، يبقى المضر وقفلنا عليه، وبعد كده اهو هنقفل. بص يا سيدي، حصل ان انت وانت ماشي بالبتاعه دي وبتجر بيها، راحت البوصه عامله بينج وراحت سايبه، اوعى تطلعها من الميه. اللي بيكون حصل في اللحظه دي ان بيكون جه ادراك ضرب، فالضربه بتاعته جت ايه، ادراك صغير او حاجات ضربت الجزء ده، فالسن ما خدش فيه في بقه، عشان احنا السن واحنا بنربط دلوقتي طلع قدام شويه او بيتناه قدام شويه. هتعمل ايه؟ هتسيبها، اديله 5 ل 30 ثانيه، بياخد اللفه بتاعته وروح راجع، روح ضربها تاني في الجزء ده، هتلاقي ان هو بلع الجزء ده كله وطالع من راسه السنون بتاعته. يبقى لما تضرب مره واحده وتسيب ضربه جامده وتسيب، لا ضربه خفيفه جدا، لان الدراك كانه سيف ساموراي. حلو كده، هتلاقيها ان شاء الله بمشيئه الله تعالى اتكلت معاك. يبقى دي طريقه تدكيك تانية بعد الفيديو اللي فات اللي احنا متلخبطين فيه في الفانيلات تقريبا. اسهل، اسرع، السنون فيها اقل. ممكن تكون جاهزه؟ لا، هو ده عشان كده انا بدات بالتانية. التانية بتكون جاهزه وتقدر تشيل السن اللي انت عايزه وتقلل المسافات اللي انت ايه عايزها فيها. طيب لو ما جاتش معاك ان انت تبيت في الفيديو اللي قبل ده، السنون كلها في اماكنها الصح، ما يجراش اي حاجه، الفتله السمراء اللي احنا قلناها وتربط السمكه مره الثانيه الثالثه، هتبيت كل السنون على جسم السمكه عادي، وانت مرشقها فيها وتجر، ما يجراش حاجه. صحيح مش هتكون في اجمل شكل، بس خد بال حضرتك ان الطريقه دي بتخرج عصير كتير من السمكه، بيبقى استفزازي جدا للسمك المفترس، فبيدي لك فرصه ايه افضل ان انت بمشيئه الله تعالى تضرب معاك. رغم ان بقول لحضرتك وانا متاكد من كده وجربناها بالكاميرات ولما ننزلها تحت الميه بنشوفها، التونه والدراج بيجي يبص بعينه كده اهو قد كده، يبص يفحص السمكه، لقاها تيجي على هواها هيضربها، ما لقاهاش تيجي على هواها بيبعد عنها، فيخش غشيم الصغير يروح ضارب. حلو، فممكن تيجي في الديل، ممكن جسمه يتقطع من السن او هكذا. اوكي، فارجو من الله عز وجل ان الطرق البسيطة دي، السريعة دي، البدائية دي، تفيد بعض الناس اللي مالهمش مجال طويل وما عندهمش الوقت الكتير وما عندهمش امكانيات انهم يقعدوا يبيتوا 10 15 سمكة متبيتين فين في التدكيك قبل ما يطلعوا الرحلة، ويستخدموا اي نوع وبأبسط طرق ممكنة. ويا رب دايما اشوفكم على خير، نكمل مع بعض تاني في وقت تاني.